عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى في هذه الحصة سنقوم بإجابة على التمرين 29 صفحة 40 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات السنة الثالثة إعدادي. طالبين قال لك هنايا في هذه التمرينة حدد قطر مربع طول ضلعه 20 سنتيم، مربع كالآتي. هذا مستطيل، هذا خصو شوية فيه، وطلع الضلع ديالو كيساوي 20 سنتيم. بغاو هما القطر، بغاو القطر، حدد قطر، هذا هو القطر مثلا. اذا ما كنعرفوا المربع بانه قائم الزاويه في لي كوان كاملين، يعني في الرؤوس ديالو كاملين هو قائم الزاويه. اذا هنا باش يمكن لي نلقاي انا القطر ديال القطر ديال المربع، هذا القطر هذا هو ما يسمى بالوتر في المثلث، هذا اللي كتشوفوا هذا المثلث، هذا اللي غادي ندير له كالآتي. بالنسبة اللي بغي يسميه يسميه مثلا او اف جي اش هو المربع، وياخذ المثلث او اف جي، ويدير لدينا حسب مبرهنات فيثاغورس. شنو عندنا حسب مبرهنات فيثاغورس؟ فيكون عندنا القطر اوس اثنان سميناه مثلا هنا او جي، وسي 2 كيساوي ماذا؟ اف او سي 2 زائد اف جي او سي 2، اللي هي او جي او سي 2 كتساوي جوج المرات اف جي او سي 2. انا جوج المرات لان او اف هي اف جي، لان الاضلاع ديال المربع متقايسه، هذا راه قدو قد هذا، الاضلاع ديال المربع كتكون متقايسه، يعني قد هذا قد هذا قد هذا قد هذا، بربعه بهم. اذا هذا زائد هذا جوج المرات واحد فيهم. بما اننا انا حطيت انا 20 سنتيم بالنسبه لي انا الشكل اللي درت هي اف جي، عندنا اف جي اس او سي 2 اللي غتعطينا اف جي او سي 2 تساوي جوج المرات في 20 اس اي 2، اللي هي اف جي او سي 2 كتساوي جوج في 400، اللي هي اف جي او سي 2 كتساوي 800، اللي هي جي كتساوي جوج المربع 800، وهذه ضرب المربع 800 يمكن لي نردها على شكل 2 في 20 أس 2 اللي هي 400، اللي هي 20 جوج المربع 2، وما ننساش ندير سنتيمتر، ما ننساش لأنهم عطاوني القياس بالسنتيمتر، هي 20 جوج المربع 2 سنتيمتر. هذه طريقة يمكن كاين اللي غادي يجي مباشره يدير يكتب لنحدد قطر مربع طوله ضلعه 20 ويكتب يدير مباشره يدير العمليه، غادي يكتب 20 اس 2 زائد 20 اس 2 تساوي بقى خدام تيوصل لهاد النتيجه اللي كتشوفوا، اتفقنا؟ ويبقى خدام في الاخر يدير لها الجذر المربع، وفي الاخر يدير لها الجذر المربع، ولكن ما الافضل يبين بان استعملنا فيثاغورس ويبين النتيجه كيفاش درنا ويسمي هاد السميات ويحاول يمشي غير بشويه يوصل النتيجه. وكاين اللي غادي ياخذ غير هذه بوحدها يقدر يسميها مثلا هذا القطر يسميه ا، الحرف ا، ويدير ا اوس 2 كتساوي 20 اوس 2 زائد 20 اوس 2 حسب، خلاص من طبيعه الحال غيكتب حسب مبرهنات فيثاغورس المباشره، ويكتب هذه الطريقه هكا ويخليها الحرف ا اوس 2 هي جوج 20 أس 2 تيمشي لأس 2 ويدخل الجذر المربع على الجوج، يدير أ كتساوي جذر مربع في 20 هي 20 جذر جوج، ويكون خرج التمرين بسرعة. كل واحد طريقته، المهم هو النتيجة في الأخير خصني نلقى 20 جذر جوج سنتيمتر، نسيت هنا سنتيمتر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.